هذه الأغنام كانت في البركسات تبعاتها في المزارع. قوات الاحتلال قامت بقصف من الدبابات على شرط الحدود على منطقة أبو طعيمة، ومنها تم الاستهداف في المزارع الأغنام ومزارع البياض، وفي أرض زراعية مزروعة من القمح تم حرق هذه الأرض بجوار المزارع. وطبعا الأغنام مع مسار استهداف الأغنام، وبعد ما راق الوضع قمنا تقطيع الأغنام من البركسات بسبب إنه في صار عندنا نفاق في الأغنام موت، وطبعا جبناه عندنا هنا على البيت على اساس انه نعالجهم ونتحجي بالدكاتره عليهم الدكتور. وطبعا لحتى الان بسقط عندنا يوم يوم من الاغنام وفيات، يعني بسبب الغازات القنابل الغازيه اللي غرات الدبابات الاحتلال الاسرائيلي على المزارع وعلى حرق ابو طعيمه وعلى المناطق الزراعيه المجاوره لحرق ابو طعيمه. نفق حوالي من صغير وكبير حوالي زي 10، ولحتى الان الاغنام تعبانه ويوم يوم بسقط عندي قاعد من يوم الحدث اللي صار. هذول قنابل الغاز هم يوم الاجوان لما زقلوا علينا هنا في المجمع تبع هذا مجمع ابو طيم تبع ابو نضال، هذول القنابل الغاز صاروا يقرطوا علينا هيك عشوائي على المزارع جوا في البياض وفي الحبش، والغنم كمان عندي صار عندي موت في البياض وفي الحبش وفي الغنم كمان، تضررنا كثير يعني لحتى الان قاعدين نتضرر يعني. جبنا دواء على الفاضي، الأدوية كله على الفاضي، هذا بيقولوا لنا تسمم وكله تسممات هذا من الغاز ومش بس ضررنا كمان برضه للحين، أي عنده إصابات كثير في الحرب وموت كثير، قاعدين كل يوم يوم قاعدين نطلع موت.